موسم للنسيان للأهلي وجماهيره، ومن علامة الجزاء تبخرت أحلام زملاء العويس، وهو من كان نجماً فوق العادة. فرجال فتح الجبال وضعوا الآسيوية هدفاً لهم لإسعاد الجماهير عما مضى في المسابقات المحلية، والبداية كانت لتعويض الذهاب، لكنه اصطدم بأولى الدقائق بعدما تمكن الجزائري بغداد بونجاح من تصعيب المهمة. صعوبة المهمة هذه لم تكن مستحيلة للعشق الأهلاوي، خاصة عندما وضع البرازيلي كلاديمير بصمته داخل شباك الحارس محمد الشيب أولاً، ثم بسيطرة عبد الفتاح عسير ورفاقه على الأجواء وتهديدهم مناطق منافسهم في عدة مناسبات. اليوم الأهلي لم يكن في يومه، يقدر أنه مدرب مؤقت، لاعبين غير مكتملين، إرهاق، نهاية حقيقة مو تبرير هذا، لكن بصراحة يعني حاجة مؤلم أنه الدور 16 آسيويا لا يوجد فريق سعودي رغم التميز الداعم. السد حاول مباغتة صاحب الأرض بشأن بعض الهجمات، إلا أن خبرة معتز هوساوي وبراعة العويس أحبطت كافة كراته ومنحت الزملاء ثقة أكبر للبحث عن الثاني قبل الخروج للاستراحة، وهو ما ترجمه المنقذ دوما مهند عسيري بتدوينه ثاني أهداف فريقه. العويس واصل تألقه وأبداعاته في الجزء الثاني، خاصة أمام المحاولة الخطيرة للإسباني تشافي، كما هو الحال مع تألق مهند عسيري وتفوقه على كافة مدافعي منافسه برأسياته المعتادة. ومعها حاول السد إنهاء المباراة بالهجوم والسيطرة على الكرة، لكنه اصطدم بالعارضة مع كرة بونجاح في واحدة وبعشوائية مهاجميه في أخرى، حتى أخطأ كلاديمير في المنطقة المحظورة ومنح بونجاح فرصة تعديل الكفة. الأهلي بحث وسع واجتهد فيما بقي من دقائق، فكان الأفضل وكان الأكثر تهديد لمناطق منافسه، إلا أن الغيابات الكثيرة وقلة الخيارات المتوفرة أمام تونسي فتح الجبال جاءت بتأثير واضح على أداء لاعبيه، وتأثيرها هذا كلف الأهلي الخروج خالي الوفاض من موسم طويل. نور الجاموس، صدى الملاعب.